ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة. تحذير، الفيديو ده فيه كمية سكريات بموت. أنا جربت النهاردة حاجات كان بقالي كتير قوي نفسي أجربها. فإحنا النهاردة في شارع النقلة والهندسة في سموحة عند بوابة 5 عشان نشوف الحاجات دي في آيس فولكينو. طلبنا الحاجات بقى ودخلنا صلينا المغرب عقبال ما الحاجات تجهز، وأول حاجة سخنا بيها كده هي الموتشي. الحلوى اليابانية الموتشي. وعامة أنا كنت جايب منها نوعين، أول نوع ده بالبلو بيري، وللي منكم ما يعرفش هي بتبقى الطبقة اللي بره اللي عاملة زي العجين دي شوية مع البلو بيري آيس كريم اللي جوه. لا خطيرة صراحة، طعمها حلو قوي. حلو قوي. وتاني واحدة بقى كانت بالكوتن كاندي أو غزل البنان. حس فيها طعم فانيليا كده أكتر شوية، بس عجبتني أكتر البلو بيري. دخلت بعد كده على التقيل بقى وهو شيميني نص لوتس نص كندر. وللي منكم ما يعرفش إيه هو الشيميني، هي المدخنة. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. لا لا، هو بيكون عجينة كده قريبة من السيرفن شوية، وبيتحط عليها سكر وقرفة من برة، ويزودوا عليها من جوه سوفت ايس كريم، وايا كان بقى التوبينجز اللي انت عايزها من فوق. انا طلبت نص لوتس ونص كندر. دوت كده الايس كريم مع صوص اللوتس والبسكوتة. لا لا حلوة قوي. والناحية التانية اخدت الكندر برضو اللي كانت محطوطة وعملت نفس الكلام. هو اصلا كندراية مع صوص كندر الاتنين حلوين قوي. انا عايز اجيب بقى دي بس مش عارف اجيبها ازاي. واللقطة الجاية دي بقى ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفة. والكابتن اللي ورا اللي كان بيضحك عليا ده، طب كنت تيجي تساعدني حتى يا راجل. المهم ندوق بقى العجينه بتاعت الشمني اللي حصل عليها الحوار ده كله. هي اصلا محطوط تقريبا جواها برضو كندر وحاجات كده. لا حلوه. وبدل الايس كريم اللي وقع ده بقى جربت اتنين ساندي، واحد منهم اختراع كده بالبوبه بطعم الكولا. هي بص لما بتفرقع بتطلع طعم جيلي كولا. فلا لا لذيذ. وجربت برضو ساندي تاني بالكوكيز وبتحط عليه الصوص اللي انت عايزه. انا اخترت صوص لوتس بما اني بحب اللوتس يعني. سعادية الصراحة. وبما ان اصلا نور هو اللي كان عايز الايس كريم اللي بالكولا فقرر يقول فيه رأيه. فكرني بالجيلي اللي هو بطعم الكولا اللي انا برضو بعمله في البيت. عشان برضو مش طلعيني ده دور بخير. جربت برضه البابل وافل من هناك، بس ده بقى كنت طالبه حاجه بيزك خالص، وعامه هي دي اللي بطلبها تقريبا من معظم المحلات. وافل ساندويتش بالنوتيلا اضافه مكسرات، ده تقريبا اوردري المفضل. عجينه حلوه قوي. ايه ده؟ عامل ايه؟ كله زي الفل. احلى مسا يا رجاله. هتيجي تاخد قطمه؟ لا لا الصراحه العجينه الايس كريم مع النوتيلا اللي محطوطه من فوق دي وشويه المكسرات، لا لا طعمه حلو قوي. جربت بعدها بقى الكوكي كرانشي، ودي بتكون قطعه كوكي عليها بولت ايس كريم وبرضه الصوص اللي انت عايزه من فوق. الله. وعامه يعني هي دي كانت محتاجه تتاكل وانا قاعد عشان ما بهدلش نفس البهدله دي. بس عامه الكوكي كرانشي دي طعمها احلى من الكوكي اللي كانت في الصندي. والله يا طعمها حلو، بس انا مناخيري بس هي ضاقت معايا الموضوع. واخر حاجه جربتها من هناك بقى الوافل تاور، وده قريب شويه من الايس كريم ساندويتش او الويتش، وانا كنت طالبه ايس كريم بلو بيري وصوص بلو بيري. وعشان التصوير ما يبقاش في كذا حته استعنت بصديقي نور عشان يساعدني في الحوار ده. وبصوا هي كانت فكره لذيذه ان احنا نجيب ايس كريم توت وصوص توت. هو الايس كريم كان حلو بس الصوص قلى شويه. وفي الاخر بقى ملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من ايس فولكينو؟ انا بالنسبه لي الصراحه الشمني والبابل وافل الاثنين دول كانوا حلوين قوي، الموتش اللي بالبلو بيري دي برضه كانت خطيره، والبابل ساندي اللي بالكولا ده برضه كان طعمه حلو وعجب نور قوي. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في المحل ده لو انتوا جربتوه قبل كده، وتقولوا لي اجرب ايه تاني في اسكندريه. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.